اخوتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم خديجه ام البنات. اليوم جيت نوجد معكم هذه البسطيله هذه. واول حاجه كنبارك لكم العواشر بان حنايا في عيد الاضحى وجدت هذه البسطيله هذه بالحوت. غادي تعجبكم، مقادير بسيطه. غادي ندوزو اخواتي للمقادير طريقه التحضير، فبقوا معايا لاخر الفيديو، فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير فعندي هنايا كيلو ونص ديال السمك، كيلو ديال القرش، ونص كيلو ديال الكراميل. عندي هنا كيلو لارب ديال الورقة. بالنسبة للتوابل عندي هذا كاس ديال زيت العود، وعندي توابل ديال السمك معلقة كبيرة، معلقة ديال سكنجبير كبيرة، معلقة صغيرة ديال الفلفل الأسود، معلقة الخرقوم، معلقة الكمون، معلقة كبيرة ديال البابريكا أو فلفل الأحمر، عندي معلقة ديال الملحة، وعندي هنا صبر معدنوس، عندي الحامض مقطع طريفات صغار ولكن كل شيء غادي نطحنه، وعندي شي خمسة ديال الفصوص ديال الثوم اللي محكوكين، عندي المطار، عندي هنايا الهريسة الحارة، عندي الصلصة ديال الهريسة، وعندي هنا الصوجة ديال السمك، وعندي هنايا الشعرية الصينية كما كتشوفوا. هذه النوعية الجيدة. عندي هنا أربعة ديال المربعات. غادي ندوزو إن شاء الله للطريقة ديال التحضير ديال هاد البسطيلة. هاد الحوت هذا غادي نغسلو وغادي نديرو غير في شوية ديال الضو يهبط منو داك الماء شوية، وغادي نرجع معكم ان شاء الله. ودابا غادي نشعل الشواية، ولكن غنديرها على 120 صافي فقط، وغادي نرجع معكم ان شاء الله. هنا غادي ندير الربيع، ديال اللي بغى يكثر يكثر واللي بغى يقلل يقلل. غادي نطحن العناصر كامله. هنا غندير نص الكميه ديال الزيت، وغادي ندير السمك ديالي كامل، غادي نشحرو في هاد الزويته هادي. هنا الشعريه ديالنا غادي نحطها في هاد الصفاي باش تستقطر مزيان من تخلالي من الماء. دابا غادي نصفيو هذا الشيء وهاد المريقه ديالو حتى هي غادي نحتاجوها. دابا غادي ننزلو الشرموله ديالنا كما كتشوفوا عطريه. الزيت وغادي نديرو شويه ديال الصوجه حتى ما معلقه كبيره،
وغادي نزلو الحوت ديالنا وغادي نخليوه يتشحر مزيان في التوابل هذه حتى غياخذ لنا التوابل. ندير واحد شويه د المليحه تصحيح الضوء. هذا هو الماء ديال الحوت السائل ديال الحوت. وغندير واحد جوج معالق ديال الدقيق وندير معلقه ديال الزبده نص معلقه ديال السكر البني وغندير ندوزهم في يعني فوق النار الكريمه خفيفه ديال البشاميل ان شاء الله. وغادي نرجع معكم. بسم الله على بركه الله. دابا غادي ندوزو نخلطو المكونات ديالنا كامله. دابا غادي نديرو هاد الكريمه ديال البشاميل كما كتشوفوا هي اللي كتشد لنا الصطيله ديالنا ما كتكسرش. ندهنو الزبده هنا ندير الاولى كما كتشوفوا غنديرها في القاع نحاول نشدها هنا يعني تن كنكتفي بهذا الشيء. هذا الزواق اللي بغى شي حاجه يدير بها المونتاج ديالو كيديرها. انا فقط غندير هاد البابيو صافي. دابا غادي ندخلها الفران غنشعل الفران حتى غيسخن لي وغادي ندخلها وغادي نقص الفران شويه وغادي نخليها تطيب على خاطرها ونرجع معكم ان شاء الله. وهي من بعد ما خرجناها من الفران هاد البسطيله ديالنا طابت جات مقرمشه غزاله. حبيباتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم خديجه ام البنات. كنتمنى الله العلي القدير تكونوا بصحه جيده وفي احسن الاحوال وعيد مبارك سعيد. بما ان احنا على حلول الشهر ديال الكريم شهر عيد الاضحى فكنبارك لكم العواشر من هذا المنبر. وجيت نوجد معكم هاد حبيباتي. هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالنا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وشاركوها معايا. دخلوا للقناه ديالي زوروها مرحبا بكم 100000 مرحبا بكم. وشكرا على المتابعه ديالكم شكرا على الدعم ديالكم. الى فيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.